جديد في البطولة المصرية الأثناء مع المقاولون العرب، وضمان ترشح لكأس الكاف. أيضا سيف كان عمل تدوين على فيسبوك خلف شوية جدلت ونسألوا عليها بعد شوية، لكن خلينا نحكي على تألق سيف السنة وقيادته لناديه المقاولون العرب لمسابقة كأس الكاف. وسيف من الهدفين، الهدف الأول للفريق هذا والثالث في ترتيب الهدفين في مصر. سيف أهلا بيك. أهلا بيك خوي صباري، عليك الحمد لله. شنو الأمور؟ والله الحمد لله الحمد لله. وينك الهواء في مصر ذا هلا؟ نعم قلت لك الهواء في مصر، وينك بالبي؟ ايه يا كيف كنت بحذينا انت ذا هلا منذ شهرين تقريبا وقت الكونفينمون في تونس. احكي لي شويه على التألق هذا في مصر سيف، والعوده للمنتخب، وكيفاش لقيت الاجواء؟ شنو اللي خلاك تخدم مرتاح غادي؟ والله يعني قلت لك كما قلت لك قبل، يعني الخدمه لقيت يعني كل شيء معناه باش يوفر لي النجاح، الراحه الاسريه والراحه العائليه والراحه النفسيه سيرتو اللي تخليك تنجح وتخليك تتقدم. به ترشحتوا لكاس الكاف بصفه رسميه تو في المقابلون؟ اي ترشحنا بصفه رسميه. الكاف انت مازلت تطمح المخيف تحسين ترتيبك وترتيب الهدفين، ولا بصفه على الصعيد الشخصي، ولا كيفاش؟ اي بالطبيعه يا اخي ان شاء الله نكمل، مازال عندنا ماتش، نحن نلعبوا ماتش كوب لوفاندو ان شاء الله، والبريمير عندنا ماتش كونتر بيراميد ان شاء الله، نكملوا نحصدوا شويه اهداف في الجوز ماتشات هذوما، ونكملوا الخدمه اللي بديناها من اول ما رجعت. ايضا بالتوازي للمنتخب، تألق اكيد فتح لك ابواب المنتخب من جديد. كيفاش قيت المنتخب في ستاج الاخر؟ كيفاش كانت الاجواء؟ والله الحمد لله، يعني هذا تلقيت دعم المنتخب الحمد لله. كما قلت لك هذه خدمه يعني من اول السيزون، وان شاء الله ما نقفوش عندها، ان شاء الله نكملوا نواصلوا في التقدم وفي التألق ان شاء الله. بالنسبه للمنتخب الاجواء يعني ممتازه واكثر من رائعه. شنو حكاية معاك المدرب منذ الكبير سيف؟ راضي على اللي قدمته في المقابلات الوديه؟ والله معناها حكينا وقال لي يعطيك الصحه وكل شيء، وان شاء الله نكملوا نخدموا ونزيدوا نخدموا ان شاء الله باش نقدموا ان شاء الله. الفرصة مواتية ليك، تحس اليوم خاصة نفتقده في المنتخب للمهاجمين سيف، ما عادش فما مهاجمين اليوم في تونس في المنتخب هكا ولا؟ صحيح معناها صحيح، يعني ما عادش فما برشا مهاجمين في تونس في المنتخب بصفة عامة، إن شاء الله اللي قاعدة موجودين يعني يعطيوهم الثقة ويزيدوا باش ينجموا يفيدوا كسوة المنتخب ولا جهد ان شاء الله. التألق ثاني والأصباح الدولي لاعب دولي اليوم اكيد يجيب برشا عينين، حدث كيما هكا تصرف فما عروض هكا ولا؟ والله صحيح، يعني فما عروض بالنسبه لي انا توا مازال لي عام معناها ما عندي حتى ما نجمش انا نتكلم ولا ما نجمش نقول حتى شيء، هو الكلوب هو اللي يتحكم في مصيرك. معناها كان فما العروض الكل معناها جات للنادي، فهمتني؟ جاتني لي انا وجات للنادي، اما انا ما نجمش نتحكم في مصيرك. مازلت مع النادي، وانا بالنسبه لي انا ما عندي حتى مشكل. مازلت سو كونترا انت هكا؟ اي مازلت سو كونترا انا. منين العروض اللي جاتك سيف؟ نعم العروض اللي جاتك منين لحد الان؟ والله فما من تونس وفما من السعوديه وفما يعني عروض محترمه الحمد لله. من تونس منين؟ من نادي الافريقي. جاك عرض رسمي؟ اي ان برانسيب كلموا الاداره وكلموا المسؤول يعني، وديجا ما حبش في البريود الاخرى ما حبش يقول الاسم وكل شيء، لكن يعني قلت الاسم. قديش نسبة عودتك للنادي الافريقي؟ قلت كما قلت لك بالنسبة لي انا راه يعني انا الكلوب جمعيتي
وما عندي حتى مشكل وما عندي حتى قلق، ما جيت كان فاهمه مع انا من في الليل. سيف تو كان تعمل زي تحاول شويه من البلاصه اللي فيها انت خاتم فيها شي زوق، قاعد صوتك يمشي ويجي. تسمع فيا سيف؟ الو باهي سيب انا ماما خير شويه. طب شنو قلت لي اجابه سمعتكش بالباهي؟ انا راهو ما عندي حتى مشكل معناها باش نرجع للكلوب، الكلوب جامعيتي معناها كان يلقاو حل مع جامعيتي لهنا، ما عندي حتى مشكل وما عندي حتى قلق. باهي هبطت تدوينه سيف تقريبا منذ يومين على فيسبوك، بون دخلت توا ما لقيتهاش ما فسحتها انت. استشهدت بالمقوله العظيمه للكاتب الكبير كلاي بي بي جي، قلت مخي عرضني وقلبي طوعني ولا حاجه هكا. فسر لنا شو حبيت تقول. والله هي هكاك معناها سيف سيف لو كنت تحاول تلقى شويه من البلاصه ما فيهاش ريزو خويا، ونحاول نعاودوا نتصلوا بك من جديد. باه في انتظار يكون معنا سيف الجزيري، اكيد خبر حصري، اكيد اكد سيف الجزيري انه تلقى عرض رسمي من النادي الافريقي. هنستناو بعد شويه بتوعي علقنا عليه. سيف هبة تدوينه كان، يمكن فما حاجه تخليه يحب يرجع للافريقي من جديد، فما حاجه تخليه يمكن شويه صعوبات لقاها في تجربته الاولى مع فريق باب جديد تخليه شويه متحفظ شويه على الحكايه. تو نخدم عنده تفاصيل بعد شويه. زميلتي فدوى الدريدي حاولت تتصل به من جديد، عنده شويه مشاكل اكيد الاتصال من مصر، فما شويه صعوبات في الريزو ان شاء الله ولا في الشبكه كما يقولوا في مصر. سيف متالق برشا الموسم هذا مع المقاولين العرب. سيف اهلا بك من جديد. اهلا بك خويا. باهي فسر لي قلت لك التدوينه شنو هي بالضبط؟ والله انا كما قلت لك معناها جات معناها مسؤولين بعد ما روحت من المنتخب، مسؤولين النادي لنا مع المقاولين كلموني قالوا لي راه فما هكا وهكا وهكا. كهو معناها حطوني في الصوره هما مشكورين يعطيهم الصحه. مانيش عارف انا قلت لهم بالنسبه لي انا مرة ما عندي حتى مشكل، ترقى وحل معاهم انا ما عندي حتى مشكل. التدوينه فهمت منها انك الظلم ممكن الصعوبات اللي لقيتها في التجربه الاولى نتاعك تخليك متحفظ شويه والا لا نسيت كل شيء وتحب تعود من جديد. مره لفوق ومره لوطا كي تبدا معني يعني عامل بيرفورمانس كبيره كل شيء راك تهز فوق العناق كما كي تحديد شويه معناها باش ترقى سبان وباش ترقى هذه معروفه معناها في الكورة. ان شاء الله تعلمنا من التجربه اللي فاتت، تعلمنا منها برشا حاجات. توا في مرحلة جديدة وفي تجربة جديدة إن شاء الله اللي فيه الخير ربي سهل فيه وكا. باهي من هنا لوقتاش نعرفوا إن شاء الله وقتاش تحسم الأمور؟ والله ماني قلت لك ماهيش بيدي أنا معناها فهمت. فما حد شيء بيدي. أنت حكيت شي معهم على الأقل، عرفت شنو موقفهم وين الاتجاه ماشي؟ الحقيقة لا، هما علموني وقالوا لي الصورة راه فيها هكا 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 وكهو معناها ما عندي ما نجمش نحكي خاطرني مازلت سو كونترا. نتصور بعد نقول لهم راه هكا وهكا وهكا خاطرني مازلت سو كونترا. نتصور بعد الماتش اللي مازال تتوضح شويه الصوره هكا ولا؟ نعم؟ قلت لك نتصور بعد الماتش اللي مازال تتوضح شويه الصوره هكا ولا؟ ممكن. واضح. يعطيك الصحة، شكرا لك سيف الجزيري، بالتوفيق إن شاء الله ليك في بقية مسيرتك، سواء كون مازلت باش تكمل في مصر وإلا باش تعود لتونس كما قلت لنا من بوابة النادي الإفريقي. فاصل ثم مواصلين في فاير بلاي.